في هذا رمضان لكل تعبئة 1500 دينار أو أكثر استفيد من 30 جيجا ممتاز وساهم ب 30 دينار لصالح الأطفال اليتامى. أريد أعيش الإنترنت كما تحب. أكو حابين تشوفوا كيفاش نعيش الإنترنت ب 30 جيجا. بلي تشالنج ولي ستوري ولي لايف. وانا الانترنت نعيشها كيما نحب لي فيلم والموسيقى ستاتينا. انا 30 جيجا انترنت نعيشها بالاخبار. كاش خبر عاجل اليوم؟ كاميرامان يطلع شويه كاميرا خلي نشوف وجهها. ما كان لا نشوف وجهها، الصحراء في طيبها. في رمضان نحب كي نترافدوا بيناتنا نديروا الخير في بلادنا. أريد أعيش الإنترنت كما تحب. رمضان شهر العبادة والرحمة والبركة، فيه تصفى قلوبنا وتلم مع عائلتنا وحبابنا. وفي هذا رمضان لكل تعبئة 1500 دينار أو أكثر استفيد من 30 جيجا مهتات وساهم ب 30 دينار لصالح الأطفال اليتامى. أريد أعيش الإنترنت كما تحب. بالجيمينج، مواقع التواصل، أفلام ومسلسلات، أخبار ورياضة والتضامن. هذا البرنامج برعاية أريدو. حركت الدارة لويسة وخدنا في الطلع. مرتك ونسيبتك؟ فتحوا عليا بيبان جهنم. مي دورو في الدار وامو الخير تتحرك، جرحها قديم وحنا حيينا. هذه هي الدار، الدار اللي تبنات الاولى في عرض الدوار. اللي عجبو الحال مرحبا به، اهلا وسهلا. واللي راه شايف شوفها واحده اخرى روح، الله يسهل عليك. كلش سنيتك بس هذه ما سنيتهاش، حبيت تقتلني. صحيتي يا كسالي كتحط في سنيها خاتي ذهبية الله يرحمها. استني لو نجيب لك واحدة أخرى. أنا ما نخدمش الشغل اليوم. قولي ولا عاودي وش قلتي؟ أنا ما نخدمش الشغل اليوم، مازالني مشوكية واش صرا لي البارح. ما
انا نخاف. تخافي مواش؟ نخاف لو كان تكون عندك حياتك بينك وبين روحك وانا ما نكونش طرف منها. نخاف لو كان كاش واحد يعرفك خير مني. البنات قاعدوا بيوت الله الله وانا عطيتيني هذه. هما بغاو نظافه شمروا على زنودهم، وانتي بغيتي العفن ملا وقعدي فيه. فوتي. من نفوت؟ ما نفوتش. قلت لك فوتي. اشتروا فيها كعلة. سارة وش بيك سارة؟ كيفاش قدرتي؟ كيفاش قدرتي تصبري وتحملي؟ ولو يحبوك وما يحبونيش أنا؟ كيفاش؟ سارة تقدريش تقارني روحك بيا أنا؟ أنا أمير دخلت أنا الأولى في حياته، بصح أنتي تكذبيش. روزا ما تكذبيش. سلام كان يقول لي بلي أمير يتزوج مع قمرة. جيتي انتي بليلة ونهار فركتي كلش وزدتي وليتي حبوك، درت كلش كيما انتي كلش. على ولا ما يحبونيش؟ اه وش عندك خير مني انتي؟ على تي حبوك وانا ما يحبونيش؟ اه الا سمحي لي رزا، سمحي لي. والله ما كنت حابه نهضر معاك هكا. بصح عييت والله غير عييت. نحب سلم والله غير نحب سلم. ما معيشه ما عنديش بروبليم معاها، كان هي تحبني ولا ماما انا نحبها ما عنديش. والله غير نحب سلم عييت. بصح صعيبة سارة، هي تاني تحب راجلها. كان على بالك بلي راح يصرى هاد الشيء، وعلاش قبلتي؟ انا اللي علاش قبلت؟ ولا هي اللي علاش قبلت؟ دات واحد يحب مرا واحد اخرى. ما كانش على بالها، 7 سنين زوج وعشت مخدوعه، حتى روحك في بلاصتها وجيتي في وسطهم وكي حابه تديه بسيف عليها. تسقسيني علاش يحبوني؟ على خاطر انا قبلت بيهم. كي جيت لهنا على بالي بلي ما يحبونيش، ما نمتهمش. بصح صبرت. ديري كيما انا صبري، راح مع الوقت راح يوالفوك. 7 سنين وانا صابره واش عبيتيني نصبر؟ عييت. 7 سنين صبرتي ما تقدريش تزيدي تصبري تاني مع عائلته ومرته. معليش على الاقل ما ديريش بروبليم بين عيشه وسلام. هي ما حتى ذنب عيشه وسلام. يا عائشة ياه أم الخير بها رقية. رقية كانت حبيبة الحاج وكان حيتزوج بها. تمكن روزا مازال محبين حتى الآن يجيبوا قمرة عروسة الأمير. هذا الدار ما عندهمش مشكلة مع الثاني، مشكلة تاعهم بنت من المرة الثانية. هذا ما كان. لا لا أمير يحبني وعلى بالي بلي ما يشوفش وحدة غيري. كيما دار أخوه يديرها هو. سارة من الآخر وين راكي حابة توصلي؟ روزا أنا وياك رانا في بابور واحد، وإذا غرق غرقوا فيه زوج. بصح انتي تعرفي مرايا، اذا كي حابه تقعدي في هاد الدار ديري يدك في يدي. بصح سارة بس قولي لي والو بكا، قولي ليش خبي
شدوك. أين ندب واش كاين سلام واش صرا تاني واش معناتها هذه ما ها الدار القديمه قلنا ما فيهاش البيوت معليش كليناها وفوتناها ونورمال والدار هذه بيوت على رصانهم تقولوا لي فهمت انا لكم ديروا هكذا يا صح على رصانها ها بصح ولدي مانيش مطيشتها برا ولا صح كيما كيش مطيشتها برا علاه من دوم البيوت كامل عطيتي لها البيت الموسخه هيا اللي حبت ولدي هيا هي روح شوف معاها كيفاش حبت كيفاش هي اللي حبت لا سلام صح صح انا بنك عمه بنك ترضاي لي نبات في بيت موسخه مرتك مرتك يا ولدي نقول لك هي اللي حبت قالت انا ما نغسل ما نحك ما نقي وزيد حبت ترجع معلمه على نساوين باباك وبناتو وكنينو صراحه هي 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 وقالت لك انا ما نديرش شغل الدار ناضل في حلات الله الله خيروا بيت نقاوها وسكنوها كل واحدة فيهم قامت بروحها وهي قاعدة نهار كامل حاكمة التليفون في يدها بصبعها طلع وتهبط طلع وتهبط هي نقول لك صح والله ما قلت لها لا كلمة لا زوج إلا كذبتني روح سقسي نساوين باباك أهم قدامك وإلا كان على النقا أو الهيه بدون النشاف والصابون البيت اللي عجبتها نقيها وتسكنها صح كثر خيرك ما صح ولدي صح كثر خيرك هنشوفوها يا ساره يا بنت رقيه نشوفوها هشكون اللي يقعد في هذا الدار انتي ولا انا واش أم الخير؟ راح ترقدي بلا ما تعرفي؟ واش هذا اللي ماشي معروف؟ باه نعرفو شكون اللي حرق الدار؟ صار انتي حاجة صغيرة خلاص تبقاي عند راسي ليل ونهار حتى تهضريني من جنبي إيه هذه كي تكون في حاجة مش باينة بصح اللي صار راه باين وواضح كي الشمس
وقيل وليتي تعلمي الغيب. الله يعافينا يا الحاج. انا اللي شفته في دنيتي رباني وعلمني، والفاعل نجبدو شكون هو لو كان يكون من بين ألف واحد. ان شاء الله ان شاء الله كي تلقايه ربح يخبريني. الحاج انت على بالك وانا على بالي، وما كان له تغطي الشمس بالغربال. كل مره كنت نقول لك الحاج حل عينيك، الحاج رد بالك، الحاج ولاد الكلب كل الكلاب، بصح انت بقيت مغمض عينيك الصغيره والكبيره، وراك تشوف لوين وصلتنا. صباح الخير. ليلة مبروكة يا الحاج. لا لا، شكون يزادك لو خلى فوق الطابلة؟ خدمة الدار هذه بلا ما تفهم. سلامك، تتكيف؟ شكون انا؟ انا خلعتيني على بالي، في بالي الحاج. كي راك دير حاجه ما لازمش تديرها، علاش دير فيها؟ القنطه عايشه، القنطه القنطه. واحد متزوج وزوج نساو مقنوط. يا خويا شكون كيفك؟ لي راهو صاير هنا قليل. ماشي قليل بصح، واش حنديروا السلام؟ هذا هو ابتلاء من عند الله، راح يفوتوا هاد الايام. واصلا الدار حبيتها انا، واش خاصها؟ مانيش نحكي على الحريق، ني نحكي شكون اللي كان السبب في هذا الحريق. عرفتوا شكون؟ شكون من غيره عايش؟ شكون؟ سعيد. والله اختي هذيك الصغيره في بالي مازال ترضع في صباحها، وهي تستخفل فيا كي انا كي بويها كي. يا سلام اختك صغيره، والبنادم مش معصوم من خطا. هذه ماشي غلطه عايشه، هذه ما تتنساش. علاه نسيت؟ شنو نسى؟ نسيت كي كنت نبعث لك البرايات بالدرج على خوالي؟ هبلتي، كنت خاطبك. صح رواح انت دخلها في راس خوالي بلي كنا مخطوبين. عرفت بلي عطوني طيحه الكلاب. مازال الدركة خالي كل ما يشوفني يهز شلاغمو عليا. والله غير حرت على بالي. حكاية سعيد منا، أختي منا، لقيت من دير. ما عندك ما تدير سلام، مادام باباها بالحياة واحد ما يدخل روحه، ومن بعدها يتحلوا المشاكل، وأنت وأختك تربيوا الحقد على بعضاكم. صح أنا أخوها الكبير، معليش، وش يقولوا لي الناس؟ والناس وين راح تعلم؟ هذي حكاية بيناتنا، والسيد حبها للحلال. ولما كتبش ربي راح تقتلوها. أنا قتلها ما والو. صح صعيب يا عائشة، واحد يغدرك هو قريب ليك صعيب. عن بالي أنا اللي راح تقول لي على الغدر. إي إي أنا ما خدعتك شوف. كبار داروها بينا. روح ارقد أسلام، روح. روح ريح روحك. مرتك هذيك ويلي
ما على بالهاش بيك، خليتك هكا. واش من مرتين تيجي طفله مصباح وهي تحوس على بيت باش ترقد فيها تقولي كسرت لي الدين. بص هلا عييت روح لبيتي ريح فيها حتى تكمل هي تلقى بيت ليها. يقول لي يا ما راني راقد وش فيها هذي؟ ويه مش كوش عنده ويه الهضره في التليفون ما كانش اخوي يا اخي عطيته لسلامه اخوي يروح له الهضره في التليفون. ايه وقيل انسى اني نعرفوا وذاك خدامه وكيفاش دايرين هركب هو التي بنساوين وزاد كمل الثانية وظل رايح شايب بيهم هذه طلعت هذه كهبطت ومهاجات هاي تعاركت مع الأخرى هاي دارت بنتو بنتو ما رقدتش وقعت يا فطوم المخبونة وحط ما ولادي بيك في الدار هذيا كلها حاطين ولادهم تحت جناحهم هي وانا نبات نطلع ونهبط كان ماسو واش فطر بسم الله الرحمن الرحيم خلعتيني يا ام الخير الحنانه علاه ما رقدتيش للدرك خير وش به الحاج انا عندي غير الحاج في حياتي ما عندي ما ندير في الدنيا غير الحاج ولابس بيه وراقد ويشخو لابس بيه ما لا شكون شكون هيا لي ولدي يعني عيط وما يحبش يهضر انا بغيت نحكي له واش تحكي له فطو واش تحكي له نحكي له هالدار اللي تحركت هي هضرت لك قال في التليفون انت بعدا هلا وين راح تلقى خوتي انا وصاني قال لي منين تصرى حاجه من تجي تقولي هلي من وين وانا نقول له اخوتي زيد مرتو هذيك لا هي لا هي بيه لا والو نقول له انا بركه بركه متكبري في الحاله انت ثاني طفله تغمد راجلها بعيد وغايب ها مسكينه ومسيهم يقصوا يقصوا فيه بالحمين تفوه طرف طرف وكي تهضروا بلي تظهر مش مليحة راكي تمتمي بيه شواربك هضري يعني نسمع هي اللي نسمع نتم ايه النوم 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 طار عليا النوم والخير الحلال لا نرقد لا نشوفه نضل نطلع ونهبط كلش مخلط في نهار كامل ما ترحميش مصارنك غير بلع بلع وتمضغي كيفاش حبيتي تركضي الليل هيا نوضي نوضي كنت رايحة نسفر شوية زنجبيل نعمل لك كاس معايا أو مليح المصران تبعيني يعني طول عمري وأنا نتبع وش لويسا شاكي تعملي نقول لالا الخيام نروح راه يروح في التزويقه في الطوم باهي ها لويسا لقيتي الخيار ايه يهمبر سيقي اندبي مع الاخر تهزو في شحبات خيار لا لا خويتي ما قلنا والو ديري الخيار ديري زرودية ديري زرودية مش مليحة الوجه ما تدبرش عليك وديري حتى البصل ثاني راه مليح للشر
واش راه مقلقك من الخير فنصا ليالي؟ واش اللي ميقلقش يا لويسا؟ يا خيتي انا غير صحه من الخير. شكون كان يقول وين كنا وين رجعنا؟ كنا عايشين مهنيين في هاد الدار، ملي دخلوا علينا هاد العرايس وما جابونا النحس معاهم من زينه مروحه. هي كي درتي باش دارت لك زينه المخبونه مسكينه لهاتيها في النص؟ خلاص فطوم خلاص، حكي شوفي فيها وشكون؟ اش بيك؟ الهم اللي رانا فيه كامل نزيدو تناقروا على العرايس انتوما ثانيه. ايه طفل مضيع السنين من حياته، واللي ضربه هارب وخداع، عيلة بكمالها وبنتنا معاها، فوق هذا كامل زاد حرق الدار فوق راسنا ورجعنا سنين للور. خبيث واحد ملقاه. وانت هذا وتقولي انه مو الخير؟ واش نقول خويتي؟ حلو واحد ما كان بني سعيد هو اللي حرق الدار. اي اما لا شكون فطوم؟ اما الحنان طول هذا ظهر واعر. خوتي يا خسر الشيطان، منين هذا؟ وين على بالكم انتم باللي هو اللي حرق الدار؟ هي باينه يا ثاني نسيتي واش دار مع الهادي. هي يقول لك ما عطاوليش الطفله خلينا حرق بيهم الدار باللي فيها. ايه وقيل عندك الحق صح، من خير حنان والحاج واش قال؟ ايه الحاج ما نقابلوش وما نحكيش معاه خلاص، بالك نسيتو اللي دارو. اي تطوالات بعد سنين كامل نلقاه يحكي معاها ورا ظهري. يا الحاج نقول لكم حاجه، كان مشاكل هذا الدار ما هيش فوق راسي، يا رحمة تما نشوقه في صوتي. شوفي خيتي لا يسمع يقول غير انتي اللي مرته وغير انتي اللي تغيري عليه. والله القسم تاعنا احنا تقسم في الدار هذي. لا لا خيتي حتى احنا عندنا قلوب ونغيروا. ايه خوتي كما تغيري عليه انتيا وبغيتي تشوقي في صوتك، حتى انا صوتي صوت الفيزا واش بيه؟ لاباس بيه حتى هي تشوقوا. اي نندب اي نندب. والله شكون قال لكم راني نحكي على الغيره؟ ايه انتم بعدا انتم فواد وانا فواد. انا نحكي في اللي راكي تحكي فيها مو الخير. درك هاد المراه اللي جات تسرق الحاج ما راهش تسرقوا من مره واحده، الحاج عنده ثلاث نساوين. واحد زوج ثلاثة. ايه خليها ما تقوليش بغي يكملها الرابعة. هي ديني واش راني نقول؟ هي مليح يا الفحلات كي بديتو تفهموا، اما لا واش دور روحكم وحسب. خويتي علاه احنا لقينا حل وما درناهاش؟ دينار أو أكثر استفيد من 30 جيجا مهدات وساهم ب 30 دينار لصالح الأطفال اليتامى. أريد أعيش الإنترنت كما تحب. أكو حابين تشوفوا كيفاش نعيش الإنترنت ب 30 جيجا بلي تشالنج ولي ستوري ولي لايف. وانا الإنترنت نعيشها كما نحب. لي فيلم والموسيقى أنا 30 جيجا إنترنت نعيشها بالأخبار. كاش خبر عاجل اليوم؟
كاميرامان يطلع شوية كاميرا خلي يشوف وجهها. ما كان لها نشوف وجهها، الصحراء في طيبها. في رمضان نحب كي نترافدوا بيناتنا نديروا الخير في بلادنا. أريد عيش الإنترنت كما تحب. رمضان شهر العبادة والرحمة والبركة، فيه تصفى قلوبنا ونتلموا مع عائلتنا وحبابنا. وفي هذا رمضان اللي كل تعبئة 1500 دينار أو أكثر يستفيد من 30 جيجا مهدات وساهم ب 30 دينار لصالح الأطفال اليتامى. أريد عيش الإنترنت كما تحب. بالجيمنج، مواقع التواصل، أفلام ومسلسلات، أخبار ورياضة والتضامن. نخمم ونقول لك هاي طلقت روحك. وش صرا؟ هذه هي خبرة الدار باللي بينك وبينها. خبرتهم باللي طلبت منك تخرج من تطلع لغير باش تسلكك. وفهمتهم باللي انت ما عرفتش. سامحيني يا حيزي. طفلة تحبك. علاش ما راكش حاب تزوج؟ راك تسقسي فيا من نيتك. ثاني يا سعيد اهدي تمسح فيا المشت كيما كل مره. قول لي برك شكون صبت النهار اللي حصلت؟ ماشي باباك البالو؟ وش فيها لو كان توقف معايا خطره واحده وتزوج بنت الحاج؟ نفعني بحاجه خطره في حياتك. وش راح تخسر؟ قل وش راح تخسر لو وقفت في صفي؟ انا عمري ما راح نوقف بينك وبين الحاج. لو كانت تحط لي الموس في الرقبه وبلا ما نفكرك المشاكل اللي راني فيهم انت سببهم. اذا فاش فلحت تعاود في هضره واحده. انا نروح الحزيره. اقعد تعلم تعلم كي تحتاج حاجه ما تروحش ليها، خليها هي اللي تجي لعندك. ماروكو الصغيرة أهلا بكم يا أصدقاء. ماروكو ماروكو لسويد ماكروني أم الحية لسويد ماكروني نسمد ماكروني دي دي دي. واش جابك انت على صباح ربي؟ صباح الخير خالتي فطام. خير؟ جيت نبقيك على خير، راني خارجه. علاش راكي غضبانه انا من راجلك؟ وين راه الراجل هدايا يا خالتي فطام اللي نغضب عليه؟ حني رايحه. رايحه وراح تروحي يا الحنانه هكاك برك تهزي على راسك وتخرجي عليه. انا كنطرف في الدار هذه لا تشاوري لا تسقسي لا تقولي وين وراجل قلتي له ولا ما قلتيلوش؟ اللي كامل وانا نعيط له التليفون تاعو مغلوق. يا خليا مالا ولدي كاش ما صرالو؟ لا لا بعيد ما صرالو والو، من داك يروحوا لبلايصك بعد. سقسي عليا انا اللي راني نهار كامل بين اربع حيوط تغميت. تغميت على هذا بغيتي ديري رايك تخرجي لبرا باش تظلي تدعمايا؟ ربي يهديك خالتي فطوم انا تهومان. مالا واش بيك وين رايح؟ حيطت لي خالتي حفصه صباح وقالت لي حمي ساسي باقي لو يودع. سيسي اختي غريتك اليمين تبركه كي تحركت الدار ظل والحاجه طفي وقت هذا. هاي طول الصباح قالوا لي ارواحي قدرت تلحقي قدر ما تلحقيش عليه. ما تلحقيش بنيتي ما تلحقيش. نقول لك هو ميت ميت خلينا على العجزة نروحوا منها تعزي ومنها تصوري وخلاص. خطفتوش هاد الهضره اللي كي تهضري فيها.
يعني نضحك أكبر. انت ساسي ديتي عليه ساسي هو قطب صباح واح وقتها مات هو اليوم مات خذوا لبس عليه خذوا ما خليني قاتي هيا روحي 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 الله يسهل بنيتي روحي يعطيك الصحة. قولي الزاوية تروح معك اي وعلاش نقول الزاوية تجي معايا كلمة لا أهلا لي نحكم في الدار هذيا قلت لك قولي الزاوية تروح معك قولي الزاوية تروح معك اي أعطي قدامي اه ما يكون لا خاطرك بقاي على خير ودادا دادا وفي الاخر ما راحش نزيد نحكي كيما قال اللي فات مات يا بنتي انا قلت لك خلي البير بغطا انت يا بوك تحبي تكسري راسك شتي احنا نساء كي نحطوا حاجه في راسنا ونبقاو عقب الراجل اهدر 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 ما دعياه وحتى يهدر كي يهدر تقيم قيامته ما يقدر لنا غير طول العمر هي والله ما نشك فيه بصح والله غير ساعات نخاف من كنا في العاصمه كان قريب بزاف ليا وكان يعرفني غير انا ما فهمتش منين جات الحكايه تاع ايفا هادي يا اختي فهمتش على تحكيو على امير تقول عليه ملاك هابط من السما كيما خدع الاولى يخدع الثاني بسم الله الرحمن الرحيم شكون الاولى هادي وقيلا ما عمرت لكش عينك يا عمري سمحي لي روز بس امير عنده الحق كيما تعرفيش خير ليكولي لا لا يا اختي خليها تعرف خليها تسقسي المراه كي تحب راجلها تحب تعرف عليه الكبيره والصغيره بصح معليش ما نلومكش نهار اللي تحبي وتتحبي يا قمره تعرفي عاوش راني نهضر معليش خليها تعرف بصح هي الخاسره امير كون جاي يحكي لها كلش او حكي لها عليا قبل تكذبش على روحك روزا الرجل لازم يحكي لمرته كلش قبل ما يتزوج ولا يولي مشكل كبير في حياته وش محكيات وش محكيات اللي نبات فيهم الحشيش هي صح قال عليكم بالواحد بصح ما قاليش بلي خطب وش ما خطب انت تاني حكايه قديمه في التسعينات ما بين باباها وعمتها امير التما كان وين زاد أنا عارف راجلي هي نقول لك الصح أنا نهار الأول اللي شفتها غرت منها هي صح شابة بصح أمها لو كنت تعرف قيمة روحها شابة بصح قلبها مسموم كتحط حاجة في راسها تبقى عقابها 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 حتى توصل لها نسيتي في الضربة التحيزية والهادية ما بردت حتى لصقتهم لبعضها بصح ما شكيتش بعد ما حيزيه هدرت كلشي لباب الحاج ما شكيتش تقدر تحتم لها تزوج بالهادي ما تعرفيهاش مليحه حبيبتي غير تعزت في خوها كي قالت له سبه وزيد حيزيه مسكينه راهي ضعيفه وندمانه وسعيده وهاره وبالهاديه ومريض ما تعيا تخليها تقبل وهي تضحك وتقولي ما قالتش عايشه هادي كيف صبحتي؟ مليح؟ وش تحكي لي اليوم؟ هادي وش تفهمنا؟ سليمان قلنا ما لازمش كلش نحكيوها ضربة واحدة اش بيك اختي؟ سيدي اخوك اش قادر يدير؟ هياتي برك احكي معليش يا سيدي قولي وش تحب نحكي لك؟ تبقى نحكي نحب نعرف السر شكون حرق الدار؟ وش عنده بالحاجة؟ واحد ما على باله قمرة حياتنا كله احنا عايشين متانيين
ولا في هاد العشر سنين تبدل في الغالي؟ لا حاجة ما تبدلت، تلت الغالي كيفها بكري، بس في أي أرض كاين المليح والقبيح. خلينا من هاد الهضرة وحكي لي، مش الحاجة اللي تبدلت في الدار؟ شكون خطب؟ شكون تزوج؟ شكون مات؟ حاب نعرف كلش. كيف راك تشوف؟ عيشة جاب الطفلة، والي تزوج بزينة قبل ما راح العسكر، أمير تزوج بروزة. هيا أنا شفت هالمخلوقة هذيك. بس أختي مش كنتم مسمين على بعض؟ كنا قبل ما جت هي وريبت كلش وش بنيت. بس ما فهمتش كيفاش قدر يتزوج، ماكش الهضره معاه وانا ما قلت له والو. انت واش درتي كي عرفتي؟ ما درت والو، بس راح يجي النهار وندير ونرجع حقي منها. كاميرا اختي تاخذي برايي، كان تزوجي وتشوفي حياتك مش خير، امير هذا ما يستاهلكش. وانا من وقتها شفت حياتي من غير كاميرا. تهضري لي هاد الهضره فوشي تحشميش. الحاجات اللي لازم تعرفهم باللي احنا تربينا كصحاب اكثر من خواتات. من نهار اللي حكيت لي عليها. من نهار واش يا هضري؟ اللي تحب حيزي كاش منها. وقتاش قلت لك انا هاد الهضره؟ لا كاينه منها. قلت لي بلي نحبها وحاب نخطبها ونتزوجها، قلت لي ما تقولي لحتى واحد. فهمتش كيفاش قدرت ندير حاجه كيما هادي؟ كبرت وتبدلت وتبدلوا تاني حوايج ياس. وهي شكون هي؟ حيزية. وش بيها حيزية؟ تخطبت. ما راحش نكذب عليك، انا خطرت لي ما قلنا ما لازمش. كاميرا جاوبيني، تخطبت؟ تخطبت ايه. شكون هو؟ بس حاب اطلع عليها بدوها بدوها ثاني. بطلع عليها وقلت له الحمد لله يا ربي. هكا زعما وصاك عليا طبيب؟ الحمد لله يا ربي اللي بطلوا عليها. هذا بيبي اللي ما يستاهلهاش وما يعرفش قيمتها. بصح قمرة قدام ما عرف شكون هذا البهلول اللي بطلوا عليه. يا هدر انت جابك تاني لهذه؟ ما شفتكش نهار كامل، دار كل سقسات عليا غير انتي. ان شاء الله تكون بخير. لاحشت بخير الحمد لله. كي تعرفي لهذه كان يطيشوني في وسط غيابه نسلك منها. ولا انا نخليك. انتي راكي مليحه يا اخي، ما تقصديش في الحريق. لا الحمد لله، شويه خلعه برك هذا مكان. وراسك يا حزية، خليني نرتاح شويه برك. نعرف لي دار هذا الفعله اقسم بالله غير يخلصها غالي. هادي بقيك على خير. حزية مش حابه تهضري معايا؟ مانيش مليحه برك هذا مكان. يعني هنا نقدر نعاونك غير الخير. ذقت روحي لهادي خويا. خويا فهمتك، على هذه جيت لعندك. نقول لك سامحيني. علاش نسامحك؟ سامحيني بالك غلطت في حقك. كي تعرفي الصغر صعيبه وانا مانيش ملايكه. حيزية الناس الكل تغلط، ما تحكميهاش في قلبك حتى انت. اش ما قالولك؟
حكات لي قمره بصح مش كلش الله يحزي حتى انا مخنوق من هذا المرض بصح كي عرفت بلي خطفتك وقبلتي بيا شحال فرحت فرحت ومن بعد حزنت حزنت كي عرفت بلي بطلتي عليا وانا السبب ما فهمتش شو قدرنا خسرك ما فهمتش الا هبلت ولا دعوا لي هادي يزيدو يغضبو عليا ضرنا لو كان يلقاوك هنا بقيك على خير حيث يا سمان اخي سامحتيني لويزا كي تحبسيها زعما واش راح يصير يا هي استغفلتنا وحنا وهي قدامنا تستغفلني هالحاج انت خليها برك عليا شويه وقت تعرف نخليها لك تمشي كيما الساعه ولا خير انت برك ما تقلقش روحك الحاج خليها عليا انا هي حيزيه وسعيد لازم يوقفوا قدامك يحكي لي القصه هي. باش نعرف واش ندير معاه سعيد واش دخلوا لا هو من عيله ولا يستاهل يكون منها مال خير ما تخليش اللي يديرو يغلطك سعيد حاجة وجلول حاجة ولاد الكلبة كامل كلاب واش قلتي؟ قلت الحاج كان زوجو الطفلة بالهادي ونخطفوهم ونتهنوا عليهم خير ما تبدا الهضرة تمشي في الدوار لا واش قلتي يا لويسة خيتي هي اللي تقولي هذاك هو أنا بنتي هي بنتك بصح هي تقول ما نتزوجوش وهكذا تزيد تدير لي التبهديل هي صغيره يا الحاج صغيره وما تعرفش صلاحها ما تفهمش في هذه الامور هي اللي تحكم ولا احنا هي والله الحاج انا مين داك نقول ربي يهديك انت فاني شكون خير الهادي ولا سعيد ولد جلول هذاك سعيد اللي كنا ظانينو نعشاك شفت خرجنا فيه يحرك في الدار عيت ما نقول لك الحاج ما تحلوش العين واش ربحت درك راه استغفر لك وغدرك وقريب قتل العيلة وين فيها رجعت لكلامي دركا من ذاك العام وانا نقول لك جرد جلول جرة مالحة ما رايحين نربحوا منه غير الوجع والموت والجنايز صح اخويتي صح عندك الحق وجرد جلول الثانية راهي داخلة وخارجة في هذا الدار تقول داخلة الرزق باباها أنا درت اللي عليا شوفي لوليدك اللي جابها للدار مقودة وزاد حتمها علينا إيه كان قلت لي من الأول قبل ما تدخل لهذا الدار هي وامها كنت نعرف وش ندير معاهم بصح انت سكت وخليتني راكدة على وذنية
والناس تخطط منين تعقب لي. لي من تشكي يا مول خير، لي من تشكي، شفاي اكثر من عزايا. صباح الخير عليكم. هذا البرنامج برعاية أوريدو. في هذا رمضان لكل تعبئة 1500 دينار أو أكثر استفيد من 30 جيجا مهدات وساهم ب 30 دينار لصالح الأطفال اليتامى. أوريدو، عيش الإنترنت كما تحب. أكو حابين تشوفوا كيفاش نعيش الإنترنت ب 30 جيجا. بلي تشالنج ولي ستوري. ولي لايف. وانا الانترنت نعيشها كيما نحب. لي فيلم والموسيقى استعطينا. انا 30 جيجا انترنت نعيشها بالاخبار. كاش خبر عاجل اليوم؟ كاميرامان اطلع شويه الكاميرا خلي يشوف وجهها. ما كان لا نشوف وجهها، الصحراء في طيبها. في رمضان نحب كي نترفدوا بيناتنا، نديروا الخير في بلادنا. أريد أعيش الإنترنت كما تحب. رمضان شهر العبادة والرحمة والبركة، فيه تصفى قلوبنا وتلم مع عائلتنا وحبابنا. وفي هذا رمضان لكل تعبئة 1500 دينار أو أكثر استفيد من 30 جيجا مهدات وساهم ب 30 دينار لصالح الأطفال اليتامى. أريد أعيش الإنترنت كما تحب. بالجيمين، مواقع التواصل، أفلام ومسلسلات، أخبار ورياضة والتضامن.